قلت للعائلة نحن مجانين، صار لنا 20 يوم طالعين من سوريا، وهلا شو؟ لوين نازلين؟ عالشام. ايه هلا بطريقنا رايحين عند احمد وريان وتالا. ايه هون الشنطة هي تبعنا. هون شنطتي. قد ايه اعطاكي بابا؟ ثلاثة. ثلاثة؟ شو بدك تعملي فيهم؟ بجمع مصاري سورية. هلا بدها تقلب هدول لمصاري سوري. اجت تالا واحمد وريان. هاي جايز، وصلنا عند الصراف نصرف مصاري. هاي مصاري. شو انت كمان؟ اي مع مصاري. تعال انا مع حطيتهم معي. ايوه تعال زي. يلا تفضل هات ايدك. يلا اعطيها هون لعمو. اوكي خليني حطيهم هون. هو بياخذهم. حطيهم حطيهم هون. بي سوميدو ام بي. يلا تفضلي هاي تبعك. نزلي نزلي نزلي. هلا انا يلا حطها هون. ايوه هات هلا حطها. يلا تفضلي هاي مصرياتك. شو كثير صار معي كثير. اعطيتي ثلاثه اعطاكي كثير. هدول 48. يلا هدول لك ميدو. انت معك اكثر منه. هدول 20,000. انت معك 48,000. هو بس 20. ليه؟ يلا نحطوا لايك. بيسو حاطة جزدانة وراها رح اخده خبيه. اعمل فيها مقلب على الاساس انه ضاع هو في بقلبه المصاري، لنشوف شو حتكون ردة فعله. مصاري ميدو بالشنطاي. ليكو اكتشفت دغري المقلب. اكتشفت طبعا. يلا منيح منيح اكتشفتي دغري. يلا عصام ما تزعلي تعدي هلا تبكي كل المشوار. شلون شلون كنتي اعمل فيكي مقلب؟ شو كنتي عملتي لو راحوا المصاري ضيعتيهم؟ ليش حاططيهم وراكي؟ لا تتحطي هون وهون الجزدان، بس بدك دغري حطيه بشنطايتك. ليك فاضيه شنطايتك. بدي افتح الصحاب. كيف بدي افتحها؟ اي دغري حطي. انا ناسه الجزدان. كيف بدي؟ لا انت كنتي منتهيه مع تالا. مو كنتي منتهيه مع تالا بالقلم؟ بي سو مي دو ام بي. بلتنا الماي. يلا تفضل. صار مع الحدود اللبنانيه. لك وين رحتي؟ تعال 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 حق تعال حق. اركض يلا اركض. يلا امشي. تعال تعال هون. يلا امشي مع بيسو. امسكي ايده. تعالي امسكي ايده. ختمنا. نستنى خالتك. هلا نحن على الطريق ورايحين على الحدود السوري. خلصنا من اللبناني وصرنا هلا رايحين على السوري. هاي ميدو. هاي ميدو. هاي ريان. احمد وتعالى قاعدين قدام. شو عم يحكي؟ شو عم يغني؟ ما بعرف. المهم انه مبسوط. يعني مبسوط بس طالعوا من البيت خذوا مشوار. بس بدك تسبح؟ لا 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 لا. يلا روح غني مع بيسو. لا لا لا. هلا ما نختم الاوراق لنخش.
اثبتي لك ليش هيك عم تتغلطي؟ ضلي هاي صرفنا مصاري وختمنا، لا بدنا نغادر. هلا هون صرنا بسوريا الحمد لله على السلامة. تعال سلم على جدو ميدو. يلا يا جدو يا جدو. ايه رجعنا بسرعة، رجعنا بسرعة لهون. ما اهلا وسهلا كل الوسط. سلمي على جدو. يلا بيزو. وشني بيزو؟ وشني ميدو؟ هلا بنروح نشتري بعد شوي. ايه بس لا ترطب الدنيا. هلا وش هلا وسهلا. ايه ماشي. شلونك يا ميرا؟ بيسو ميدو ام بي. طلعنا لنشتروا الاولاد. ميدو شو اشتريت ميدو؟ اشتريت بيسو هاي؟ بيسو اشتريت هاي لجدة وهي لإلك. هاي عشو اللي لإلك؟ كولا. اكولا وهي اكولا ونحن بيسان نفس الشيء. ميرا وبيسان اشتروا نفس الشيء. ومازن اشترى نفسي. انا اشتريت من هي على الليمون، شكلها مو نايسه. مثل مازن اشتريت حموده. اشتريت مثله. شو مازن على الليمون؟ لهون بكون خلص فلوق سفرنا من بيروت على الشام، وبالايام الجاية رحنا من الشام على اللاذقية. رحنا على مكان كتير حلو، صورت فيديوهات كتير حلوة، تابعونا لحتى تشوفوهم. بدي اتشكركم كتير على دعمكم، تعليقاتكم الحلوة واللايكات اللي عم تحطوها. نحنا منكبر فيكم وكتير كتير منحبكم. لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا اذا انتم مالكم مشتركين لتشوفوا فيديوهاتنا الجديدة. باي باي. وصلنا. شوف الشط. شو رايك نعمل لهم جوله بالشاليه اللي حناخدها؟ نظيفه وطبيعه كتير حلوه. انا بدك انا بدك.